أهل ريال الجزيرة. شكرا. كان هذا رأي الأسطورة نور الدين مرسلي، احتفظت من كلامه بجملة قالها: الخطة التكتيكية كلفته خسارة الميدالية الذهبية. نعم، كما شفنا احنا في هذه الدورة، كان ستجي يكون درويش في نصف النهائي كان يقدر يروح للذهب، لكن معليش كما قال نور الدين المرسلي، يعني تخليه ان شاء الله للقادم ان شاء الله يفكر في هذو اللي ديفو هذو ان شاء الله، وباش يكون ان شاء الله دائما بطل ان شاء الله. محمد، تجيك من عنده يعني بطل عالمي نور الدين مرسلي، نفسي كل المدربين في اختصاص العاب القوى راح يتكلموا هذا الكلام، لان شوف في البطوله العالميه في امريكا في سنه 2022 هو نائب البطل العالمي، اللي هو كان الكيني، هو اللي الكنديا هو اللي كان، وكان تشوف سباق وكان تلقى السباق تاعو، يعني الفيلم تاع السباق تاعو، راح تشوف باللي دار سباق من اروع. علاه؟ كان في بوزيسيون تاعو كان قدام، وهو اليوم تعطل تاكتيكمو. هي ميدالية في هذا المستوى، مبروك على الجزائر. نعم. ومبروك عليه ومبروك المدرب تاعه والاتحادية الجزائرية للعاب القوى. لكن احنا الجزائريين عندنا هذيك الطابع هذاك، نحبوا دائما خير. نعم. تشوف انت يروح لك سباق، يعني كنا قادرين ميدالية ذهبية، والله يا انا يعني فرحان بالبرونزية، لكن غايدتني ذهبيه هذه كيفاش راحت لنا، يعني ابسط شيء، وهي 800 متر لازم تكون مركز وتكتيكمون تكون مليح، وتكون انت تعس في المنافسين تاعك هذوما، لازم تكون قريب لهم وتعسهم. صحيح انه يحس في انفسنا انه لم ياخذ ميداليه ذهبيه، خصوصا انه قبل بدايه الاولمبياد الجميع كان يرشح ويعلق امال كبيره جدا على جمال سجاتي من بين كل الرياضيين في البعثه الجزائريه الاولمبيه للحصول على ميدالية ذهبية، ولكن مثل هذه الأمور تحدث. والمشكل أنه الخطأ أتى في الوقت الغير مناسب في السباق الأخير، في السباق النهائي، لذلك ربما هذا الخطأ التكتيكي كلفنا ميدالية ذهبية، ولكن تبقى ميدالية برونزية أيضا، ميدالية للجزائر. شرف الجزائر جمال سجاتي، نشكروه ونتمناه أنه كما قال نور الدين مرسي مازالوا صغير، يحفظ الدرس ويحاول يصحح الأخطاء تاعو في المواعيد المقبلة، ورأيت إن شاء الله ربما إن شاء الله في الأولمبياد المقبلة يكون حامل الميدالية الذهبية. هذه هي الرياضة، في مرة تربح مرة تخسر، لأنه اليوم لم يخسر، خذ ميدالية تبقى ميدالية تاريخية، تبقى ميدالية أولمبية في ألعاب حتى أولمبية. بعد نهاية السباق شاهدنا وكأنه جمال سجاتي كان متحسر في البداية، ثم فرح ومشى المدرب مشى الجمهور فرح بالميدالية البرونزية، تبقى ميدالية مهمة جدا لألعاب القوى، يبقى إنجاز كبير لجمال سجاتي، يبقى إنجاز كبير أيضا لألعاب القوى الجزائرية، كنا نمني النفس بالأفضل. لو كان دخل رابع محمد كنا نبدلوا كاع الهضره، أنا نقولوا كان غير فات هذاك الرابع ودخل في المركز الثالث أموان دو ميدالية. اسمها الحمد لله أنه توج بميدالية برونزية. أخطأ، قلنا أنه أخطأ تكتيك تاعو كان خاطئ، ومشي إحنا اللي رانا نهضروا، ويهضر الشيخ اللي يعرف خير منا في هذا المجال. ونور الدين مرسلي أيضا وافقك الرأي، وواحد من أساطير هذا الرياضة، أخطأ دفع ثمن الخطأ، ولكن الحمد لله أنه وصل في آخر الأمطار إلى المركز الثالث وخذ ميدالية برونزية. لكن شيخ البعض يقول حتى لو مثلا مشى وبقى لاصق في كوكبة المقدمة، ربما ما كانش راح يكون عنده هذا الفينش اللي كان عنده اليوم، لأنه كان عنده فينش رهيب، كان بالمرتبة السابعة، تجاوز كل المتسابقين وصل حتى للمرتبة الثالثة. شوف احنا نقول لك على الميدالية، دخل في التاريخ في ألعاب القوة، في ألعاب القوة الجزائرية، لأن ما عندناش رياضيين كثير اللي جابوا ميداليات في ألعاب الأولمبية، مرسلي، بولمرقة، بنيدة، مخلوفي، والآن هو اللي هذه ميدالية تعتبر تاريخية. إنجاز تاريخي وإنجاز كبير، وفي اختصاص صعب خاصة هذا العام. في العام 24 في 800 متر راه يعني كما يقول لك النار تشعل. لكن وكان مشى، أنا بالي اليوم ما كانش لا فورم تاعو، بلي شويه
ماشي كما كان في السباقات التصفوية هذوك، بل شوية كان عيان تعبان ما استرجعش جيدا ربما. كانت عنده زيارة فجائية من لجنة مكافحة المنشطات يوم يوم الخميس 8 أوت. بالك عياوه بهذوك لي كونترول، بالك دوك أنا مانيش موجود تما، ما عنديش كما يقول لك المعلومات الكافية باش لكن شفتوا شوية اليوم صحيح ما حسيناش في الفورمة اللي كان فيها في الدور الأول أو في النصف النهائي، لأنه هو في 80 متر سيتان باغارور وكما يقول لك عنده لا غرينطا هذيك. اليوم ما عملش هذيك حتى في قريب باش يلحق تخاف الثالث هذا جابرييل كان راه هذاك في فرنسا مع الجمهور تاعو بقى يعيط، انا خفت حتى المرتبه الثالثه كان رايح هذاك الرابع الفرنسي كان راح يلحقوا، لكن واش راح نقول لك درك الاتليتيزم صعيبه هي سيتا كما يقول لك اختصاص صعيب، يقدر يكون ماهوش في نهار اليوم يقدر غدوه يكون مليح، اليوم ما كانش في نهاره وحصل الميدالية برونزية، هذه تعتبر نتيجة تاريخية جد جيدة وتاريخية في ألعاب القوى، وبارك الله فيه دار مجهود. هذه الألعاب ميدالية برونزية الثانية في في مسافة 800 متر كان سبقه إليها سعيد قرني جابير في بطولة عالمية، لا لا سعيد وفي ألعاب أولمبية في الألعاب الأولمبية حصل ميدالية برونزية، وفي البطولة العالمية ذهبية وأيضا توفيق مخلوفي كان فاز بفضية 800 متر، إذن اختصاص قريب جدا من الجزائريين، لكن الكارثة الكبرى أننا غايبين في اختصاصنا المفضل 1500 مسافة 1500 عروس السباقات، كان عندنا مرسلي ثم كان عندنا بولمرقة كانت عندنا بينيدا ملاح كان عندنا مخلوفي والآن لا يوجد أي أحد. شوف على ما أظن أنا يا المشكل كانوا عندنا مدربين أكفاء في هذا الاختصاص. المدربين الله يذكرهم بالخير يعني حبسوا في التقاعد، هذه واحدة من وثانياً احنا عندنا هادو الرياضيين تاع المسافات النصف الطويلة يجيونا من يعني من خارج الجزائر، سطيف البرج شلف هادو هما اللي من خارج العاصمة تقصد. من خارج العاصمة ما عندناش رياضيين من الجزائر، لأن من الجزائر العاصمة يجيو ملاوتر من البلايس المرتفعات. درك المشكل وراه في 1500 هادو الرياضيين تاع 800، كاين اللي يدير 800 ويجبد 1500 وكاين اللي راح يقعد في 800، هادو الرياضيين اللي راهم الان يعملوا في 800 متر راح تجيهم صعيبه باش يمشيوا ل 1500. لماذا؟ لان راح تدخل فيها لي فاكتور تاع التدريب ناحيه المورفولوجيه، هذا وحده لان عندهم الميسك تاعهم صحيح ورايحين يبدلوا لو فوليوم دو طرافاي، يعني كما يقول لك الفوليوم دو طرافاي تاعهم راح يتغير، لان ال1500 عندها تدريب و800 عندها تدريب. الان 800 متر راهي ولات كانت هي في النص طويله، درك ولات داخله في السرعه، ما تقدرش درك تقعد انت تتخيل تشوف 800 متر دقيقه 41 تمتم كيما 400 متر ولات جابده للسرعه. ال1500 عندنا رياضيين وكان يعني من درك اتحادية دير تخطيط ويديروا برنامج مع الرياضيين ويعملوا لهم تربوسات ويكونوا عند مدربين مثلاً. عندنا شنيتف عندنا واحد الرياضي تاني كفيشلف شفته أنا يعني عنده إمكانيات رايح البطولة العالمية، لكن في 3000 موانع يعرفوا اختصاصين تاع ألعاب القوة، أنا شفته باللي رايح يكون عندنا واحد البنت تاني في مشلف اللي هي متحصلة على رقم قياسي جزائري في 800 متر وفي 1500 هذيك ثاني كان يتهلاو فيها، لازم يكون التخطيط. احنا المشكل تاعنا في العاب القوة كي نشوفوا الرياضيين هذوما السجادي وقواند ومولى سليمان نقعدوا ما نخموش على هذوما اللي طالعين، لكن اليوم هذوما رايحين يتوقفوا رايحين يكبروا رايحين لازم احنا واش نديروا نمشيو هذوك الصغار هذوك اللي راهم جايين. واحد كيما هذا شنيتف انا بالنسبه ليا يكون في 800 متر وفي 1500 لا كتب ربي ان شاء الله وحيانا ربي واحد من الابطال، لكن لازم له امكانيات كيف